المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر فيديو عن المشير فخري محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، ولقبه الرئيس الراحل محمد أنور السادات برجل الصواريخ الأول حول العالم، لأنه كان ليه دور كبير جدا في تدمير المئات من الطائرات المعادية وتحجيم سلاح الجو الإسرائيلي خلال مراحل حرب أكتوبر. المشير فخري محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر. ولد المشير محمد علي فهمي في محافظة الجيزة في 11 من أكتوبر عام 1920، وتخرج في الكلية الحربية في 1 من نوفمبر عام 1939. خاض الحرب العالمية الثانية فور تخرجه ضمن سلاح المدفعية المضادة للطائرات، وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى أول قائد لقوات الدفاع الجوي كقوة رابعة مستقلة عام 1969. قاد رجاله البواسل نحو تنفيذ حائط الصواريخ، والذي ساهم في إسقاط طائرة الفانتوم الإسرائيلية في 30 من يونيو عام 1970، ونجح في إسقاط هالة التفوق الإسرائيلي بتدمير المئات من الطائرات المعادية وتحييد سلاح الجو الإسرائيلي خلال مراحل حرب أكتوبر. ولقبه الرئيس السادات برجل الصواريخ الأول حول العالم. تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 4 من يناير عام 1975 وحتى 4 من أكتوبر عام 1977، وعين مستشاراً عسكرياً لرئيس الجمهورية في 4 من أكتوبر عام 1978 وحتى 10 من مايو عام 1981. رقي إلى رتبة الفريق أول في 26 من مايو عام 1979، ومنح رتبة المشير الفخرية في 4 من أكتوبر عام 1993، وحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره في حرب أكتوبر، ومنحه الرئيس السادات وشاح النيل في 9 من إبريل عام 1981 تقديراً لخدماته الجليلة. ورحل البطل عن دنيانا في 11 من سبتمبر عام 1999.